أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. سلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء Oh.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب ذلك يوم الخروج لهم لا يشاء فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب رجاء ادخلوها بالسلام النبي ادخلوها بالسلام انت فارس والله ادخلوها بالسلام كمان حياه النبي ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما
ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هم وربنا انت فاز، ربنا هيكرمك عشان انت فاز. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ما قسم وهو شهيد. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب ما قسمه شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل Thank you.
اصبر على ما يقولون. اصبر على ما يقولون. على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو إدبار السجود ومن الليل فسبح هو إدبار السجود. والسماء ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم ينادي المنادي مكان قريب. واستنى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي تشقق الأرض عنهم سراعا على ما يقولون.
أكبر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السلوك ومن الليل فسبح وإدبار السلوك ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة الحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير نرضى عنهم سرا اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع واستمع
واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سرا. ذلك حشر علينا والنبي ملائكة السماء ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله الله. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سرا. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم
ما أنت عليهم بذنبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحلى من حلاوة، مش هنقول يا حلاوة، أحلى من حلاوة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود الناس دي كلها في رحابك وكلنا في رحاب الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صعصر ماتية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رائد القرآن. الله أكبر. بسم الله الرحمن
الإيمان عليه. الآن قف من فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخفى علي سمع ليالي وسوانس أيام حسومة وجاءت في الأمور
فأخوته لهم فأخذهم أخذتهم. إنا لما صغى ماء حملتكم إنا لما صرنا حملناكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة الملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. في الأيام الفانية
في جنة عالية قطوف دانية قطوف دانية قطوف دانية إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والله تعلم ليالي على قد ما حبك ربنا يطولنا وسماء الله العظيم الفاتح.